مباراتين تانيين اللي اتلعبوا في المجموعه الرابعه، الاولى انتهت بين المغرب وكوت ديفوار. المغرب بتقول انا موجوده، انا هنا في مصر عشان انافس على كاس الامم الافريقيه. النهارده شفنا رينارد بيكشر عن انيابه، وبالهند عمل تغير كبير جدا في شكل المغرب النهارده اللي كان الاكثر استحواذا وكان يستحق الفوز باكثر من هدف، مش 1-0، رغم قوه كوت ديفوار اللي بيبني فريق جديد ومنتخب جديد من الشباب. أرقام هذه المباراة: المغرب 1 كوت ديفوار 0. ثالث مباراة لرينارد مع المغرب ضد كوت ديفوار وبيفوز فيها. لو كلكم تفتكروا في 2006 كان في مجموعتنا المغرب وكوت ديفوار، في 2006 كانت مصر، ليبيا، المغرب، كوت ديفوار، وقدرت كوت ديفوار تفوز على المغرب. تسديدات 10-8، مخلفات 27-17، تسلل 3-0، بطاقات صفراء 1-1، 50-50 نسبة الاستحواذ. المباراة